عليكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الثالث الثانوي في دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية. ما زلنا أعزائي في دروس الوحدة الثالثة، ودرسنا اليوم بعنوان المنهج النفسي في النقد. نبدأ أعزائي الطلاب بتعريف المنهج النفسي. نقول هو المنهج الذي يعتمد على معطيات علم النفس في دراسة النص الأدبي وفي معرفة وإدراك العالم النفسية لمبدعه، ثم في معرفة النص نفسه. ويتحرك هذا المنهج طبعا بين ثلاثة حقول، وهي علم النفس والنص الأدبي والمبدع. وللمنهج النفسي في النقد القديم أهداف منها: محاولة اكتشاف الخصائص النفسية المميزة طبعا لمبدع النص من سواه، واكتشاف عملية الإبداع نفسها، واكتشاف الآثار النفسية للنص في القراءة. وبهذا المعنى فإن النص الأدبية في المنهج النفسي يمثل وثيقة دالة على نفسية مبدعه، إذ يتضمن في داخله رموزا وإشارات وصورا وأفكارا تمكن الناقد من معرفة شخصية المبدع ومعرفة دوافعه إلى كتابة هذا النص أو ذاك. فثمة علاقة تأثير وتأثر بين المبدع ونصه، فكل منهما مرآة للآخر. أما دعونا نتحدث قليلا عن نشأة المنهج وتطوره. فالمنهج النفسي يستمد أصوله النظرية الأولى طبعا من إنجازات عالم النفس النمساوي المشهور سيغموند فرويد، من دون طبعا أن يعني ذلك أن تلك الإنجازات، طبعا إنجازات هذا العالم النفسي، وحدها هي المرجع الفلسفي لهذا المنهج، أي المنهج النفسي. ففي الأصول الأولى ما كان أفلاطون طبعا أطلق عليه مصطلحا، وهو أثر الشعر في العواطف الإنسانية هكذا، ثم نظرية التطهير عند أرسطو طبعا التي عنا بها تحرير المتلقي من عاطفتي الخوف والشفقة أثناء مشاهدة الأعمال المسرحية التراجيدية. ورأى فرويد أن اللاشعور أو العقل الباطنة ما هو إلا مستودع الرغبات والمخاوف التي تجهر بنفسها على شكل سلوك أو لغة أو خيال في حال توافر العوامل المحفزة على ظهورها، وأن الأدب والفن عامة ليس سوى تعبير عن اللاوعي الفردي. وقد شكل تفسير الأحلام طبعا مرجعا لدى سيغموند فرويد في قراءة اللاشعور. ورأى فرويد أن الحلم يتسم بمجموعة من السمات كالرمز مثلا، وقال أن هذه السمات هي من يحكم الأعمال الأدبية والفنية أيضا منها، وأن مرحلة الطفولة هي التي تحدد الخصائص الانفعالية للشخصية فيما بعد. وقد ربط سيغموند فرويد قراءاته طبعا لمسرحية أوديب ملكا للشاعر اليوناني سوفوكليس، ومسرحية هاملت للكاتب الإنجليزي شكسبير، ثم قراءته لرواية الأخوة كرامازوف للأديب الروسي طبعا دوستويفسكي، بتحليل ربط كل هذه طبعا الروايات الأدبية بتحليل حالات مرضاه، فأطلق على بعض العقد النفسية أسماء شخصيات أدبية
كعقدة أوديب، نحن نسمع بهذه العقدة، عقدة أوديب، وتعني تعلق الفتى بأمه، أو لدينا عقدة إلكترا وتعني العكس، تعلق الفتاة بأبيها. وأبرز ما اتسم به طبعا عمله عمل سيغموند فرويد في هذا المجال، المجال التحليل النفسي طبعا، هو إرجاعه عملية الإبداع إلى حالة نفسية معينة. أما العالم السويسري كارل غوستاف يونغ فقد خالف أستاذه فرويد ورأى أن الشخصية غير مقيدة بتجربتها الفردية، بل تتجاوزها إلى التجربة الإنسانية، وأنها تحتفظ أي الشخصية في أعماقها طبعا بالنماذج العليا المتوارثة طبعا عبر الأجيال، التي يكون لها شأن كبير في طريقة التخيل وطريقة الشعور ومنظومة القيم. أما الطبيب النمساوي ألفريد أودلر فقد رأى أن الباعث الأساس للإبداع هو التعويض عن النقص والرغبة في السيطرة وحب الظهور، وطبعا هنا خالف بذلك بهذه الفروض كل من فرويد ويونغ. وتجدر الإشارة إلى أن استثمار معطيات علم النفس في النقد الأدبي، هذا الاستثمار لم يعرف الثبات عند جهود هذا الناقد أو ذاك، بل تابع تطوره وإضافاته، ولعل أبرزها ما أنجزه الفرنسي جان بيجيه في بحثه عن كيفية تكون اللغة عند الأطفال، ثم ما أنجزه مواطنه الفرنسي أيضا جاك لاكان في ربطه بين علم النفس والأدب، وفي عده اللغة مكونا مركزيا في اللاشعور، وأن اللغة هي المدخل الصحيح والأساس للنقد النفسي. أما المنهج النفسي في النقد العربي القديم فمن نتحدث عنه، فنقول من بواكيره ما تضمنه كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، من قول تضمن قولا طبعا عن بواعث الشعر ودوافعه كالطمع والشوق والشراب والطرب والغضب، وأيضا ما كان القاضي الجرجاني قد فصل القول فيه عن اختلاف طبائع الشعراء كقوله، وقد كان القوم، ويقصد هنا الشعراء، يختلفون في ذاك، ويقصد بذلك الأداء الشعرية، فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر آخر، ويسهل لفظ أحدهم يتوعر منطق غيره، وإنما يختلف ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلق. أما في النقد الحديث أي المعاصر، فتمثل جماعة الديوان العلامة الأولى لظهور المنهج النفسي في النقد العربي الحديث، لا سيما دراسات العقاد عن الشاعرين العباسيين أبي نواس وابن الرومي، ودراسة المازني عن ابن الرومي أيضا، وأيضا لدينا دراسة طه حسين لأبي العلاء المعري، حيث فسر العقاد شخصية أبي نواس في ضوء العقدة المرضية المعروفة بالنرجسية، وهي أبرز مقولات مدرسة التحليل النفسي عند سيغموند فرويد. أما محمد النويهي فقد انتهى في دراسته للشاعر نفسه إلى مجموعة من النتائج، أي شاعر أبي نواس، من أهمها دور اضطرابه الجسماني في توتر أعصابه وزواج أمه من رجل آخر بعد وفاة أبيه. أما في سوريا فإن جورج طرابيشي
يمثل الناقد الأبرز في استثمار منجزات علم النفس التحليلي في قراءة مجموعة من الأعمال السردية العربية، ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال شرق وغرب ورجولة وأنوثة وعقدة أوديب في الرواية العربية. وطبعا أعزائي الطلاب، لقراءة النص وفق المنهج النفسي عدد من المتطلبات، هي أولا اعتماد معطيات علم النفس، ثانيا دراسة المحتوى الظاهري للنص، ويتحقق ذلك من خلال دراسة معاني النص وربطها بحياة المبدع النفسية، وأيضا استجلاء الظاهرة النفسية في النص. ثالثا دراسة المحتوى الكامن، وفيه يكشف عن الأشكال التي عبر بها اللاشعور عن نفسه مع بقائه مختبئا. وطبعا تتم هذه الدراسة من خلال طبعا دراسة الألفاظ الموحية ضمن سياق النص الذي نسعى إلى تفسيره، وأيضا دراسة الرموز بوصفها وثيقة نفسية دالة على نفسية المبدع، وأيضا دراسة الصور الموحية بوصفها دالة على الرغبات المكبوتة والمخاوف. وأعزائي الطلبة، يؤخذ على هذا المنهج أي المنهج النفسي عدد من المآخذ، نذكر منها أولا النظر إلى النص الأدبي بوصفه وثيقة نفسية، الأمر الذي يعني إغفال المستوى الفني للنصوص وعدم التمييز بينها على أسس فكرية، كما يعني تحويل النقد من كونه منهجا إلى كونه تحليلا نفسيا. ثانيا مقولات علم النفس هي فروض أي نظريات يعني، وليست قوانين، ومن الخطأ تطبيقها على الأدب كما هي في مصادرها في علم النفس. ثالثا ليس كل نص أدبي قابلا للتحليل والدراسة نفسيا. رابعا استخدام منجزات التحليل النفسي في النقد الأدبي يعني وجود معرفة جاهزة، الأمر الذي لا يحرض الناقد على الابتكار ويجعله أسير تلك المنجزات في دراسته النص الأدبي. وبهذه المآخذ على علم النفس نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم به، إلى أمل أن نلتقي بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.